استعرض وزير المالية أحمد كاجوك أولويات السياسة المالية في مصر، كما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب خلال مشاركته في فعاليات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إلى المملكة المتحدة عن تبني الدولة لسياسات متكاملة وواضحة وداعمة للاستثمار خلال السنوات القادمة بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصري. وأوضح الخطيب أن الرخصة الذهبية تعد أداة فعالة لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الشركات في مكان واحد لدعم القطاع الخاص والشركات الكبرى، وأضاف أن الحكومة المصرية على استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الشركات الدولية بما يعزز الاقتصاد الوطني والتنافسية ودعم النمو وفرص العمل، ومؤكدا على أهمية تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال المرحلة القادمة مع التنوع في الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة.